نروح بقى الملف تاني ولا نفضل في الملف ده؟ والله زي ما انت عايزه، كلها ملفات عجيبه اللي احنا بنعيشها. لا نروح بقى الملف تاني ومنطق غايب. بس يعني هنروح لملف تاني، ولكن ما زال يعني ما زال هذا الملف قائم لغايه لما نشوف هيحصل فيه اكيد. خلينا نروح لبعثة الفريق الأول لكرة القدم اللي وصلت امبارح للجزائر على متن طائرة خاصة برئاسة العمري فاروق نائب رئيس النادي. كان في استقبالهم سيادة السفير المصري في الجزائر الدكتور مختار وريدة، واتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن دكتور مختار، وهو من الدبلوماسيين اللي حقيقي نشطين جدا، واللي بيبقوا دايما حريصين على يعني عارف يا كريم دايما الاهتمام بأي جالية مصرية صحيح. هناك فتاني الخارجية المصرية بتاعتنا فعلا بتأدي دور كبير جدا، وأنا من الناس لما بلاقي حاجة كويسة أنا بحب فعلا أأكد عليها. كان موجود وحرص على استقبال البعثة في مطار الجزائر في وصولها، ووجه طاقم السفارة المرافق ليه بتذليل كل العقبات وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بخروج البعثة، وبيستعد الأهلي زي ما حضراتكم عارفين لمواجهة وفاق سطيف اللي هيكون يوم السبت اللي جاي طبعا في إياب الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق طبعا لفريقنا، الأمل عندنا يمكن أو الكفة أعلى بكتير، لكن ما زلنا برضو هنأكد مفيش مباراة سهلة ومفيش حاجة مضمونة في كرة القدم، ودي يمكن شفناها في المواسم اللي فاتت بشكل كبير، لكن نتمنى التوفيق أكيد للأهلي. تمام.